Hello, my students. Mrs. Dalia Samir with you, and this is our lovely channel, Enjoy Science. مكملين مع بعض concept 3, sight and light. والمرة دي هناخد lesson 2, hunting in the dark, ولesson 3, special eye structure. يبقى الفيديو ده هيكون معانا lesson 2 ولesson 3. Okay? تعالوا نراجع مع بعض إجابات الإكسرسايز اللي فات. Pot true or false. Number 1. Fishing cat has excellent night vision. Better than human. هل الجملة مظبوطة ولا لأ؟ أيوة. الفيشينج كات طبعا النايت فيجن بتاعها أفضل من الإنسان. Okay. Number 2. The membrane that presents on the back of cat's eyes depend on echo. To locate the prey. هل الممبرين الغشاء اللي في الكات آيز معتمد على الإيكو to locate the prey؟ لا طبعا الجملة wrong. Okay. الإيكو ده reflection للساوند. Reflection للساوند. تمام؟ زي ما خدناه في الدولفين وفي الباتس قبل كده. لكن الممبرين اللي في الكات آيز ده بيعمل reflection لللايت. Reflection لللايت rays لأشعة الضوء. Number 3. The moon considered a source of light. هل المون يعتبر source of light مصدر للضوء؟ لا. احنا قلنا ان الجملة دي wrong. المون reflect light only but it doesn't emit its own light. مش بيطلع اللايت من جواه، هو بس بيعمل ريفلكت للسان لايت بس كده، يبقى مش source of light. Number 4. We see things because they reflect light into our eyes. هل أنا بقدر أشوف الحاجات لأنها بتعكس الضوء وتوصله لعينيا؟ أيوة الجملة true. Number 5. Human can see in the dark by using sunglasses. هل الإنسان بيشوف الضلمة نتيجة إنه بيستخدم sunglasses نظارات شمس؟ لا. sunglasses دي نستخدمها في الداي تايم وقت النهار، لكن in the dark the human need special device called night vision goggles. Okay. مش sunglasses. يبقى sentence wrong. Number 6. Human need light to see clearly. الإنسان محتاج اللايت عشان يشوف بوضوح. أيوة طبعا جملة true. كان عندي كمان سؤالين give reason. Number 1. The eye of fishing cat has the ability to collect more light. ليه الآي بتاعت الفيشينج كات بتقدر تجمع ضوء أكتر more light؟ هقول يا جماعة ببساطة جدا because it has mirror like membrane. ممكن أقف هنا بس لو أنا شاطر أكتر وكلكم شاطرين هكمل حتة كمان هقول له because it has mirror like membrane which reflect light اللي بتعكس الضوء فبتجمع ضوء أكتر. Okay. Number 2. The moon is not a source of light. المون ما يعتبرش مصدر للضوء. ليه؟ هقول as it doesn't emit its own light. هي مش بتشع الضوء الخاص بيها. الضوء بتاعها ما بتطلعش الضوء من جواه. But it reflect light. لكن هي بتعكس اللايت بس. Okay. لو أنا شاطر هقول الجملة كلها. Okay. لو أنا عايز أكتبها يعني أنا شاطر برضو بس ما بحبش أكتب كتير هقول as it reflect light لأنها بتعكس اللايت. Okay. أو ممكن أقول it doesn't emit its own light بس يعني ممكن نصهم نص الإجابة بس برضو مناسب لو قلت it doesn't emit its own light. Okay. لو قلت it reflect light. Okay.
هنا عندي the difference between the eyes of human and nocturnal animals. إيه الفرق اللي بين عيون الإنسان eyes of human and nocturnal animals وعيون الكائنات الليلية ها nocturnal animals قلنا قبل كده اللي هي animals that active at night اللي بتبقى نشيطة بالليل. طيب إيه الفرق بين الhuman eyes والnocturnal animals eyes؟ تعال نشوف. أول حاجة لو لاحظنا كده في picture هنلاقي إن nocturnal animals eyes have bigger eyes than humans. Have bigger eyes than humans. عينيها دايما أكبر من عيون الإنسان. العين كلها أكبر من عيون الإنسان. أوكي؟ دي أول حاجة. تاني حاجة كمان إن the pupils of nocturnal animals eye. إيه الـ pupil دي؟ اللي هي الحدقة اللي من جوة دي. بصوا إحنا أنا قصدت كده إنه أجيب العينين ملونة بتاعت الإنسان علشان المقارنة تبقى واضحة، عشان الـ pupil اللي جوه ده يبقى باين. إيه الـ pupil اللي هو الحدقة؟ الحدقة اللي جوه دي تكون غامقة أهي، السودة اللي جوه دي في الكات فوق وفي عيون الإنسان الهيومن تحت. أوكي؟ بص فوق واسعة دي بتفتح واسع البيوبل، تفتح في النوكتورنال أنيمالز وايدر زين بيوبل اوف هيومن ايز. اوكي، فيبقى البيوبل اوف نوكتورنال أنيمالز ايز يوزوالي اوبن وايدر، يعني وايدر اوسع، تفتح اوسع من البيوبلز اوف هيومن ايز، من الحدقة بتاعت عين الانسان. To allow more light enter their eyes عشان تسمح لنور أكتر يدخل الأيز بتاعتها، لأن إحنا قلنا إن النوكتورنال أنيمالز دول active at night، نشاطهم كله بالليل، hunting in the dark بيصطادوا في الضلمة، وده عنوان الدرس بتاعنا. أوكي، فإزاي بيصطادوا في الضلمة؟ ربنا مديهم كده، ربنا مديهم إن عينيهم أوسع bigger، وكمان البيوبل اللي في العين حدقة العين open wider than pupil of human، تفتح أوسع من عيون الإنسان. To allow more light enter their eyes عشان تسمح لنور أكتر يدخل، فتجمع أي نسبة نور موجودة حتى لو قليلة تقدر تشوف بيها كويس. أوكي؟ طيب عندي نوت مهمة، ملحوظة كده مهمة، إن كل النوكتورنال أنيمالز يا ولاد can see in the weakest light، كلهم يقدروا يشوفوا في أضعف نور ممكن يبقى موجود. But in complete darkness، لكن لو الدنيا ضلمة بالكامل يعني مفيش أي light rays، أي أشعة ضوء موجودة بالليل حتى لو خفيفة، لا في complete darkness، في الحالة دي they depend on other senses، خلاص يعني لازم يكون في نسبة light موجودة، هي الـ يعني super sense بتاعته أو القدرة اللي عنده إنه يقدر يعمل collect لللايت حتى لو كان قليل. لكن في عدم وجود light خالص، لو في complete darkness، الدنيا ضلمة بالكامل، لا يبقى في الحالة دي هيعتمد على إيه؟ other senses، حواس تانية. زي إيه؟ زي الـ hearing، smell، touch، يسمع الفريسة بتاعته أو يشم ريحتها أو touch يلمسها. أوكي؟ to move and avoid predators عشان يتحرك ويقدر يتجنب خطر الحيوانات المفترسة. أوكي؟ أو يقدر يصطاد كمان الفريسة بتاعته. تعالوا نشوف بقى يا ولد example، مثال تاني لواحد من الـ nocturnal animals، واحد من الـ animals that's active at night اللي بتبقى نشيطة بالليل hunting in the dark، بتصطاد
في الضلمة. It's a tiny primate, tiny monkey. الترسير ده tiny monkey, monkey صغير جدا. هنتفرج عليه كده مع بعض. اهو ادي التايني مونكي ترسير. الفصيلة بتاعته tiny primate, ودي من ضمن الماملز, دي من ضمن الماملز الثدييات. اوكي, يبقى كلمة primate وكلمة ماملز دي يا جماعة فصائل, فصيلة الكائن ده. هو احنا عندنا الانيمالز بتتقسم لانواع مختلفة وفصائل مختلفة. فالنوع بتاع الترسير مونكي من ضمن البرايمت ودي جزء من المامل, برايمت ودي جزء من المامل الثدييات. ذات فيد اون اللي تتغذى على ايه بقى؟ يعني لما ياكل ياكل ايه؟ ياكل انسكتس حشرات, small lizards, small lizards, okay. وكمان عندي birds, بعض الطيور الصغيرة في الحجم هو ممكن برضو يأكلها. ليه بقول صغيرة في الحجم؟ لأن هو نفسه كل حجمه كل طوله, تمام, its body about 10 centimeters long without tail, يعني من غير الديل كمان, without tail طوله بس كام؟ 10 سنتيمتر, 10 سنتيمتر لونج, طوله كله على بعضه كده 10 سنتيمتر بس without a without tail, يعني صغير جدا, ها قد كفة ايدينا يمكن, مش حاجة اكبر من كده. طيب ايه الهابيتات بتاعته؟ عايش فين الترسير مونكي؟ موجود في southeast asia. southeast asia يعني ايه؟ دي جنوب قارة آسيا, southeast asia. اوكي, ايه بقى التركيب بتاعه؟ ايه الادابتيشن اللي عنده؟ ايه الستراكشرال ادابتيشن اللي عنده في جسمه بتساعده يعمل كده انه يكون hunting at night؟ هو like owl, يشبه كتير في حاجات الاول البومة. الايز بتاعته كبيرة قوي زي البومة. يبقى الايز, بصوا كده في الفيديو اللي قدامنا ده, الترسير مونكي its eyes huge eyes, huge eyes, عيونه ضخمة like owl, like owl. طب ليه ضخمة كده؟ to gather and reflect any light. to gather, gather يعني collect, هي بمعنى انه يجمع النور, collect light, gather light, and reflect any light, وبتعكس أي نور موجود متاح قدامها. كمان الترسير can't move its big eyes in their sockets. بصوا في كل الفيديو ده خالص العينين ملفتش جوه السوكت, ما بيقدرش يلفها, لا هي وضعها ثابت كده, وضعها ثابت بالمنظر ده جوه السوكت جوه الجفن, هو ما بيقدرش يلف عينيه. الإنسان ممكن يبص يمين وشمال يلف عينيه جوه الجفون عادي, لكن الترسير مونكي لا, can't move its big eyes in their sockets like owl, برضو زي الأول نفس الفكرة. أمال طب يتحرك إزاي يشوف يمين وشمال؟ ما بيقدرش يلف عينيه جوه السوكت, لكن يقدر يلف راسه كلها. يقدر يلف إيه؟ راسه كلها. أو number two, head. Torsier can turn its head 180 degree like owl. يقدر يلف راسه كلها 180 درجة زي الأول, زي البومة. To focus on distant and or near objects at night. عشان يقدر يركز لو في object, لو في جسم بعيد عنه, distant بعيد عنه أو near أو حتى قريب, يقدر يشوف كويس قوي عن طريق أنه بيقدر يلف راسه 180 degree, turn its head 180 degree. okay. فده الستركشرال ادابتيشن اللي عند الترسير, بيخليه يقدر يصطاد بالليل كويس ويقدر يشوف الفريسة بتاعته حلوة قوي بالهيوج ايز اللي عنده والهيد اللي بيقدر يلفها
180 degree like owl. في lesson 4 بيتكلم بقى عن special eye structures، عن التركيبات الخاصة اللي موجودة في الايز بتساعد النوكتورنال animals علشان يقدروا يشوفوا كويس بالليل و hunting in the dark. طيب ايه ترى التركيب ده؟ بيقولي كده انه some animals such as deers, horses, cats and dogs have a features that relates to the sense of sight called the tapetum lucidum. اسمه ايه الستركشور؟ اسمه tapetum lucidum. تمام؟ دي مصطلح يا ولاد كده باللاتيني. الجملة دي، الكلمة دي مش انجلش، دي كلمة لاتينية، tapetum lucidum. تمام؟ دي الطبقة اللي موجودة في الايز، الممبرين، الغشاء اللي موجود في الايز بيساعد الانيمالز انها تشوف كويس بالليل. زي مين الانيمالز دول؟ النوكتورنال انيمالز. كاتب لي اكزامبلز مختلفة. الديرز اللي هي الغزلان، والهورسز جمع حصان الاحصنة، والكاتس اوكي القطط، والدوجز الكلاب. كل دول عندهم التابتم لاسدم. كل دول عندهم ايه؟ التركيب ده، عندهم التابتم لاسدم. بسميه ايه بالانجلش؟ نفس المينج بتاعته، نفس معنى كلمة tapestry of light. tapestry of light يعني ايه tapestry of light؟ نسيج من اللايت. عايز يقول انه ده نسيج من اللايت، نسيج او ممبرين، غشاء خلاص من اللايت. بيتعامل مع light، reflect light في الايز. طب تعالوا نشوف كده، ادي منظر الاي، اي تركيب الاي جوه النوكتورنال انيمالز. اوكي، تركيب الاي جوه النوكتورنال انيمالز بالمنظر ده. انا عندي من ورا tapetum lucidum، هي دي الطبقه اللي موجوده، هي نفسها يا ولاد الميرور لايك ممبرين، هي نفسها الميرور لايك ممبرين، غشاء يشبه للميرور، عشان كده بنقول عليه tapestry of light، نسيج من اللايت. هو بيعمل ريفلكت لللايت فبيبان كأنه هو نفسه مضيء. اوكي، فالتابتم لاسدم بيعمل ايه؟ تعال نشوف كده. بيقولي كده الاول ان هو thin layer، طبقة رفيعة. it's a thin layer at the back of the eye، at the back of the eye، في خلفية العين من ورا. that reflects light، اللي بتعكس الضوء. باين كده قدامكم في البيكتشر اللايت داخل لونه يلو ده. اوكي، وبأول ما بيقابل التابتم لاسدم بيعمل ايه؟ اهو باونس باك، بيلف تاني، اهو بينعكس. هنشوفها اكتر بعد شوية في حاجة فيها فيديو. اوكي طيب، it helps some animals to see clearly in the dark environment، بتساعد بعض الحيوانات انه يشوف كويس في الدارك انفايرومنت، في البيئة المظلمة، especially nocturnal animals، خاصة مين؟ خاصة النوكتورنال animals، الحيوانات اللي دايما بتكون active at night وعايزة تصطاد بالليل. اوكي تعالوا نشوف كده مع بعض. How does the tapetum lucidum work؟ ازاي التابتم لاسدم، الطبقة دي اللي موجودة في الايز، ازاي بتشتغل؟ تعالوا نشوف كده مع بعض. الفيديو ده بيوضح لنا ازاي اهي التابتم لاسدم ممثل هالي ورا طبقة لونها لبني كده. اوكي، ومبين اللايت وهو داخل للايز، ازاي بيوصل للتابتم لاسدم بعدين بيعمل ريفلكشن، بينعكس. تعالوا نشوف. number one، light enters the eyes، it fall on the tapetum lucidum layer. بعد ما بيدخل اللايت للايز بينزل على التابتم لاسدم layer، طبقة التابتم لاسدم، which acts like a mirror، اللي بتشتغل كأنها زي المراية بالظبط. reflects light، تعكس الضوء، تعكس الضوء.
بالطريقة بتاعة عكس الضوء دي هي بتجمع اللايت أكتر to see well عشان تقدر تشوف أحسن. Number two, the undetected light at first will pass through the tapetum lucidum and gets bounced back for the second time. يعني اللايت اللي ما كانش متجمع كويس في البداية لما بيوصل لتابتم لسدم وبينعكس عليه تمام هو بيتجمع كده اللايت أكتر، هي بتجمع اللايت أكتر. أوكي، أنا كل اللي يهمني في القصة دي أني أفهم إزاي التابتم لسدم تشتغل، إنه اللايت لما يدخل للآيز بيوصل لها فبيعمل ريفليكشن. يعني ريفليكشن يعني باونس باك، نفس المعنى ريفليكشن أو باونس باك ينعكس تمام، فبالطريقة دي بيتجمع أكتر وبتزود كمية لايت. يقولي كده so it allows the eyes of such animals to get double the amount of light، كده كأنها بتحصل على ضعف كمية اللايت، هي بتزوده لما بتعكس اللايت، هي كأنها بتزود الكمية وتخليها الدبل، تخليها الضعف. اوكي، and information about night time world، وكل المعلومات عن حياة ال night time world العالم الليلي ده تقدر تشوفه اكتر، تقدر تشوف اكتر في الضلمة عن اي كائن تاني. يعني لو انا كهيومن اقدر اشوف حاجات بسيطة في الضلمة على قد ما عينيا قدرت تجمع، هلاقي ان النوكتورنال انيمال لان عنده التابتم لسدم، عنده الطبقة دي في عينيه مش موجودة عندي، بيقدر يعمل ايه؟ بيقدر يجمع اللايت اكتر بكتير من الهيومن، تقريبا double the amount of light، تقريبا ضعف كمية اللايت اللي انت كإنسان ممكن تجمعها. هتلاقي الانيمال ده النوكتورنال انيمال ربنا مديله القدرة انه يجمع كمية لايت كبيرة عشان يقدر يصطاد بالليل ويقدر يكمل حياته لان هو محتاج ده. اوكي، طيب عندي نوت مهمة، ملحوظة مهمة في الجزء ده، بيقول لي ان الرفليكشن اللي بيحصل is the glow that you see when light shines on a cat's eyes in the dark. الشاينينج او الجلوينج اللي انت بتشوفها في عيون القطط بالليل او الدوجز او الهورسز، كل الانيمالز اللي قلنا اساميهم والديرز، لما تلاقي جلوينج اوكي in their eyes، عينيهم كده بتلمع منورة قوي بالليل، ده نتيجة الرفليكشن اللي بيحصل على طبقة التابتم لسدم اللي احنا بنتكلم عنها. اوكي، عشان كده بتبان عينيهم كأنها منورة، عينيهم كأنها glowing او shiny. اوكي، تعالوا نشوف كده يا ولاد مع بعض exercise بسيط على التو lessons دول. choose بيقولي the eyes can move in their sockets and the pupil is not adapted to night vision in which organism. ها، في أي organism من دول ال eyes can move in their sockets and the pupil is not adapted to night vision. ال eyes تقدر تتحرك عادي في السوكتس وال pupil مش مكيفة تمام، البيوبل بتاعت الايز اللي هي الحدقة بتاعت العين مش متكيفة على النايت فيجن، مش متكيفة على النايت فيجن. في التارسير ولا الاولز ولا الكاتس ولا الهيومنز، نشوف وهنرجعها المرة الجاية. نمبر 2، the pupil of nocturnal animals open space that of humans eyes. البيوبل اللي موجودة في النوكتورنال أنيمالز بتفتح أوسع ولا أضيق ولا زي الهيومن آيز،
typical to ولا wider زين أوسع ولا narrower زين أضيق جاي من narrow أو similar to يعني زي الإيه زي الإنسان نشوف. Number three, all the following organisms have tapetum lacidum except مين ما عدا مين snakes fishing cats dogs horses. مين في دول ما عندوش التابتم لسدم؟ Number four, night vision goggles look like space that present in the nocturnal animals. النايت فيجن جوجلز اللي بيستخدمها الإنسان تشبه لإيه موجود في النوكتورنال أنيمالز؟ برين ولا نيرفس ولا تابتم لسدم ولا بلاد فيزلز؟ نشوف كده الإجابات. ها give reason، عندي سؤال كمان give reason. The pupils of cat eyes open wider than that in human. بتفتح أوسع من الإنسان، يا ترى ليه pupils اللي في الكات eyes open wider than human؟ أوكي جاوب يا ولاد كده الأسئلة دي وشوف إجاباتكو. عايزاكو بس كمان لو الفيديو فعلا انتوا حسيتوا انه في مجهود واستفدنا منه وتعلمنا، حاولوا يا ولاد تعملوا شير للفيديو على اي حاجة في السوشيال ميديا اوكي لأصحابكو علشان الكل يستفيد ويتعلم ويشوف حاجة كده تقرب له الفكرة اكتر في المنهج بتاعنا ده. ودايما بحب اقول لكم enjoy science.